أهلا كرام، مرحبا بكم بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وتحديدا من قلب سوق باب مراكش، واحد من الأسواق اللي معروفة هنايا في مدينة الدار البيضاء ومعروفة بالأنشطة التجارية اللي كيشهروا عليها مهاجري جنوب إفريقيا واللي أغلبية الناس اللي كاين في هذا السوق منهم. كما كتشوفوا هذا هو صالون الحلاقة اللي تحرق البارحة بطريقة كاملة بسبب مشكل اللي باقي مجهول الأسباب ديالو لحد الآن. صاحبة المحل دخلت في واحد الأزمة نفسية كبيرة مباشرة بعد ما وقع هذا الحادث، فالإبنة ديالها هي اللي كانت مازالهم تحت هولة الصدمة بسبب هذا المشكل اللي وقع. والله يحسن العوان، ما سهلاش لأنه هذا باب الرزق ديالهم. وكما كتشوفوا معنا كاين مشكل ومشكل كبير، لأنه هنايا كاين مجموعة من المنتجات، الناس باقيين مصدومين لأنه هنايا كانوا ناس اللي كيبيعوا وكيشريوا، ناس اللي كيخدموا في هذه المنطقة هذه اللي معروفين أكيد في سوق أفارقة، معروف هنايا أفارقة جنوب الصحراء. كنتمناو لهم أنه هذا الشيء يوقف هنا، لأنه كاين خسائر كبيرة على مستوى المنتوجات. فكما كتشوفوا باقي ما معروف السبب، واش هو تماس كهربائي، واش فعل فاعل، فباقي إجراءات كتاخذوها باش تعرفوا كل ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. إذا مشاهدين الكرام، كما كتشوفوا ما بقى من الصالون والو، هذه اللافتات هنايا لي برودوي اللي كانوا، وهذا هو الاسباس اللي كان فيه. هنايا عاود كانوا الناس كيديروا البروسينغ، راه هو داك ديال الشوشواغ هنا، داك التريسيتي اللي كاينه. فالناس الله يحسن العوان عانات وعانات في ليله صعيبه وصعيبه بزاف. فصاحبه المحل مشات لها السلعه كامله، تما كتشوفوا الشعر اللي كتخدم به ها هو هنايا، هادو لي برودوي اللي تفرقعوا هنايا، واللي هادو دي برودوي كيميك اللي كانت كتخدم بهم، وبموجب الحراره تفرقعوا بشكل كبير. عاود هنايا الناس كاين الكول، كاين دي برودوي اللي زادوا من وطأة الحريق كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام. فصدمه كبيره وكبيره بزاف كتعيشها صاحبة هذا المحل بعد ما مسالها المشروع ديالها. هما كتشوفوا هذه الطاسه اللي كان فيها البخودوي، وهذا البخودوي هذا شفتو تفرقع في هذه المنطقه كامله. هنايا الشعر بقى مليوح، الناس تكرفسات، فالله يحسن العوان لانه صعيب وصعيب بزاف هذا الشيء اللي وقع لهاد الناس. نتمنوا الخير، نتمنوا لانه الحمد لله انه ما كاينش خسائر بشريه، ولكن كاينه صدمه كبيره، كاين ضياع السلعه، كاين مجموعه من الامور اللي صعيبه وصعيبه بزاف. نتمنوا الخير لهاد الناس لانه باقي مصدومين بهول هذا الحادث المفجع اللي وقع، واللي اكيد ما عمرناش معناه في هذا السوق. فما ناس معمره دار مهاجرين اللي كيخدموا بعرق كتافهم، كيحاولوا على ما يكسبوا القوت اليومي، ولكن هذا قضاء الله. نتمنوا على انه توقف هنايا، نتمنوا على انه هاد الناس يشوفوا كيفاش وقع اليوم هذا الشيء. كما كنشوفوا السلعه ديالهم كامله دابا برا، كل شيء تحرق، كل شيء مشى. فريمون هذا الشيء صعيب. انا نحاول نقلب لكم على صاحبه المحل ونشوفوا معها حوار حصري شنو وقع وكيفاش تفاعلات مع هذه الليله السوداء. لكن كتشوفوا معايا من الكرسي تفحم بالكامل، بالكامل تفحم، صعيب وصعيب بزاف. فالناس جايين وباقيين مصدومين اللي كيشوفوا هذه الليله السوداء والصعيبه اللي وقعت لصاحبه المحل. فكما كتشوفوا كانت كدير الاستيتي، كدير لونغلي، وكدير الكوافيور. فهنايا نتمنوا الخير لهاد الناس هادو، هذا الشيء خطير وخطير بزاف. نتمنوا الخير لهاد الناس هادو لانه بصح ليله صعيبه عاشوها، يا ربي تكون معاهم. فكي كتشوفوا معايا كنحاول ندخل لكم الداخل نوريكم الخسائر. فكي كتشوفوا الكرسي كامل تفحم بسبب النار، الحمد لله لانه النار مشات للجيران ديالها اللي كاين على اليمين وعلى اليسار. نتمنوا على انها توقف الامور هنايا لانه هذا الشيء صعيب وصعيب بزاف. فليله صعيبه، الله يكون معاهم، الله يصبرهم لانه صح هادشي صعيب وصعيب بزاف، صعيب
طيب مشاهدينا الكرام.